قال الناظم: تقدس عن حد وشبه وصورة، وجل عن التكييف والحين والأين. والحين والأين. قوله تقدس عن حد وشبه وصورة، تقدس أي تنزه، وهو البعد عما لا يليق به. عن حد أي تنزه عن أن تكون له حدود ومحدودية ينتهي إليها في ذاته وصفاته وكمالاته، أو تنزه عن أن يحده المكان، لأن المحدودية في المكان من صفات الحوادث المخلوقة، فلا يجوز أن يقال إن الله تعالى في مكان بذاته، كما أسلفنا ذكر ذلك بالتفصيل. تأويل حديث أن الله في السماء. نعم، الآن نأتي إلى الحديث: هل الله سبحانه وتعالى في السماء؟ سنسوق بعض الأدلة على عدم إمكانية القول بأن الله سبحانه وتعالى حال في السماء، ويوجد مقطع صوتي سنرسله إليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، من زمان هو انتشر وسنبحث عنه إن شاء الله ونرسله في المجموعة، وهو يتكلم عن هذه القضية كذلك. نعم، فنقف عند هذه هذا الأدلة، وبعد ذلك نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنقول إن القول بأن الله تعالى في السماء باطل لا يصح، لأمور متعددة منها: 1- قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي من أمره في السماء، وذهب بعض العلماء من أمره في السماء، وذهب بعض العلماء إلى القول إن المقصود هو جبريل عليه السلام الموكل بخسف الأرض، أأمنتم جبريل أن يأتيه الأمر من ربه فيخسف بكم الأرض، فإن الملائكة في السماء كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. 2- قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أخبر الله تعالى أنه عند النفخ في الصور سيصعق من في السماء، فهل الله تعالى يصعق؟ 3- السماء مخلوقة من مخلوقات الله تعالى، فلا يجوز ولا يحسن أن يقال إن الله تعالى استقر عليها بعدما خلقها. 4- والقول بأن الله في السماء لا يصح، لأن فيه حرف جر يفيد الظرفية، أي أن السماء تتظرفه وتحويه وتحيط به، وهو فيها وداخلها، وهذه الإحاطة تستلزم الجهات الست، فيكون له يمين ويسار وفوق وتحت وأمام وخلف. 5- الملائكة هم الذين في السماء، وهي مشحونة بهم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. 6- أخرج الترمذي في سننه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، فلا يجوز أن يقال إن الله في السماء مزاحم الملائكة فيها. وأخرج الترمذي في سننه 7- وأخرج الترمذي في سننه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي أهل السماء. وقد فسرتها رواية أبي داود في سننه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم أهل السماء وهم الملائكة، فلا يجوز أن يقال لله إنه أهل السماء. 8- وحديث الجارية جاء بألفاظ متعددة في بعضها، قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وهذه الرواية فيها خلاف بين العلماء، منهم من صححها مع التأويل كالنووي في شرح صحيح مسلم، فالسؤال بأين يأتي عن المكان والمكانة، فيستحيل أن يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان الله تعالى وهو خالق المكان والزمان، فالسؤال إذن كان عن المكانة، فقالت: في السماء، أي رفيع القدر جدا، فالعرب تعبر عن رفيع القدر بأنه في السماء. ومنهم من لم يحتج بهذا الحديث في إثبات صفة العلو الحسي لله تعالى وبأنه في السماء،
لأنه معارض للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فبين طريقة دخول الإسلام بالنطق بالشهادتين، وبالتالي الحكم على المرء بالإيمان من عدمه. وهذا الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ في بعض طرق حديث الجارية، وهو الذي يتناسب مع الأصول الشرعية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. 9. وحديث نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيحين: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أي ينزل بأمر ربنا تبارك وتعالى، أي ينزل أمر ربنا تبارك وتعالى، أو ينزل ملك بأمر الله تعالى. قال ابن حجر في فتح الباري: والحاصل أنه تأوله بوجهين، إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وقوله: نعم. هذه بعض الأدلة التي تدل على عدم صحة القول بأن الله تعالى حال في السماء.